السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوة الكرام. من كثرة الأسئلة حول تركيب لامينات أو الأرضيات الخشبية قررت نزيد لكم هذا الفيديو اللي هو الثالث من نوعه. كما راكم تشوفوا معنا، أول حاجة نحاولوا نحطوا على الأرض هذا العازل الحراري أو ليزولاسي، ومن بعد نحاولوا نبدأ بهذه الطريقة هذه، ولكن ضروري أننا نحطوا هذه القطع الصغيرة اللي السمك ديالها 5 مليمتر. كل ما نحطو لاميناتا نديرو لها وحده، وكذلك نديرو في الحيط ونديرو فين تتلاقى لامينات مع لامينات، ونحاولو نديرو في الوسط لانه مهم هادشي هذا، لان لامينات كما نعرفو كاملين انه من بعد يتوسع. الى ما خليناهوش داك الفراغ ديال 5 مليمتر دائريه راه يتوسع ويوقع لنا المشكل من بعد بهذه الطريقه هذه اللي راكم تشوفوا معنا. من بعد الإخوة الكرام، هذه الحبة الأخيرة راني قطعتها، شطت لي بها هذه القطعة هذه الصغيرة هذه اللي راكم تشوفوا معنا فيها، غادي نرجعها لليمين بهذه الطريقة. وكذلك دائما نحط واحد القطعة تاع 5 مليمتر ونمشي بهذه الطريقة هذه، اللي يبقى لي من اليسار غادي نرجعو لليمين، وتابعوا معنا مزيان باش تفهموا. وهنا الإخوة الكرام نقلبوا القطعة على لامينات، نديروها بالعكس ونديروا الخط ديالنا ونقطعوا، وبنفس الطريقة كذلك القطعة اللي غادي نقطعوها من هذه الجهة غادي ترجع للجهة اليمين، وبهذه الطريقة هذه ما غاديش يكون عندنا ضياعة نهائيا. وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف 3 ديال لي فيديو، جوج ديال تركيب الامينات او الارضيات الخشبية، وواحد الفيديو كيفاش تختاروا احسن نوع ديال لامينات. وبالنسبه للناس اللي ما يعرفوش شنو هو صندوق الوصف، تحت الفيديو يكون واحد السهم على الجهه اليمين، طوط عليه غادي يعطيك الوصف ديال الفيديو، وفي نفس الوقت غادي يعطيك الروابط ديال الفيديوهات اللي غادي نحط لكم. هنا الاخوان نحتاجوا لهذه القطعه باش نضربوا بها، هذه قطعه خاصه بلامينات، نضربوا بها على الطول ونضربوا كذلك بالعرض بهذه الطريقه هذه باش القطع تاعنا يتجمعوا مزيان. وعندنا كذلك هذه القطعه ديال الحديد اللي نستعملوها دائما في الجهه ديال الحائط لانها رقيقه وتدخل في هذاك الفراغ ديال نصف سنتيمتر. وبالنسبه لهذوك القطع ديال 5 مليمتر، دائما الحبه اللي نبداو بها على اليمين، يعني كاع الحبات اللي جايين على اليمين نحاولوا نديروا لهم هذيك القطعه. وهنا الاخوان قطعنا هذه القطعه بهذا الشكل هذا على حساب الباب. هنا بالطبع غادي نركبوا الباب، ولكن حتى نكملوا لامينات ونديروا الابواب ديالنا ونكملوا بنفس الطريقه. هنا في هذا المكان هذا كاين الدروج، درنا لامينات حنا هنا مباشره لاننا غادي نديروا جوج ديال البيوت بدون توقف. غادي نصور معكم هذا البيت والبيت الثانيه، غادي نصور معكم غير النهايه لانها تركب بنفس الطريقه. هنا الاخوه الكرام كما راكم تشاهدوا معنا البيت ديالنا كملت بلامينات. غادي ننتقل انا للبيت الثانيه، ومن بعد نركب الابواب ديالي، ومن بعد ما نركب الابواب غادي نرجعوا نحاولوا نحيدوا هذه القطع الصغيره اللي كنا نديروا ديال نصف سنتيمتر بهذه الطريقه هذه، كلشي نحيدوهم كاملين، ومن بعد نحطوا البلينت ديالنا
وركبوها بهذا النوع ديال السيليكون اللي يبس تقريبا في 10 ثواني. الاخوت بالنسبه للبلينت، اي لامينات عنده البلينت اللي تناسبه في اللون. وباش نجاوب على واحد السؤال اللي تكرر بزاف المرات بالنسبه للناس اللي عندهم بلينته تاع الزليج او بلينته تاع الخشب عاليه، بلا ما يحيدوها يستعملوا هذا النوع تاع البلينته، صغير يجي ظريف وزوين بلا ما يحيدوا. ومن بعد ما ركبنا الابواب ديالنا وركبنا البلينت للبيوت بجوج، هذا هو الشكل النهائي. وكالعادة ما مولفينش نطلبوا منكم الاشتراك في القناة الا اذا عجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة، وحاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء نتاعكم ومن الاحباب باش تعم الفائدة على الجميع. حتى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.